Good morning students, how are you? كيف حالكم يا رابع؟ درسنا هو بصفحة 31. Open your book page number 31. عندنا the earth sandwich. The earth sandwich. طبعا هذا عنوان العنوان الفقرة الباراجراف اللي راح نقرأها يا رابع. انتبه عليه كثير منيح. كل سطر راح اترجمه فانتبه عليه كثير منيح. Okay, the earth sandwich. The earth sandwich, يعني sandwich الأرض. We just learned about the layers of Earth's atmosphere. يعني هون بحكي لك we just, يعني إيش لقد تعلم, we just learned, لقد تعلمنا about the layers, عن الطبقات إيش of the Earth's atmosphere, طبقات الغلاف الجوي للأرض. لقد تعلمنا عن طبقات الغلاف الجوي للأرض. But what do we find if we dig deep into the earth? لكن ماذا نجد إذا حفرنا في عمق الأرض؟ ماذا نجد إذا حفرنا في عمق الأرض؟ إذن deep معناها عمق, dig معناها يحفر. deep معناها عمق, dig معناها يحفر. اوكي, اذا ماذا نجد؟ لكن ماذا نجد اذا وجدنا في عمق البحر؟ ماذا نجد اذا حفرنا في عمق الارض؟ ماذا نجد اذا حفرنا في عمق الارض؟ we know some things about the earth's surface. نحن نعرف بعض الاشياء عن الارض, عن سطح الارض. إذا surface معناها سطح. earth surface سطح الأرض. earth surface سطح الأرض. or crust. or crust. crust معناها قشرة. إذا إحنا بنعرف بعض الأشياء عن سطح الأرض أو القشرة. crust قشرة. because ليش؟ ليش إحنا بنعرف بعض الأشياء عن الأرض أو سطح الأرض؟ ليش؟ أو القشرة؟ لأنه because we walk on it, لأنه إحنا بنمشي عليها, and dig in it, وبنحفر فيها. Okay, but scientists, scientists علماء, scientists معناها علماء, just must, but scientists must make guesses about what the inside of the earth is like. لكن يجب على العلماء أن يخمنوا. guesses معناها يخمن, يخمن. about what the inside of the earth is like. يجب على العلماء أن يخمنوا ما بداخل الأرض. يجب على العلماء أن يخمنوا ما بداخل الأرض. they study volcanoes. they study volcanoes. يعني هم يدرسون البراكين. من هم؟ they على مين بتعود؟ من هم اللي بدرسوا البراكين؟ اللي هم scientists العلماء. okay, take measurements. measurements معناها القياسات. هم يأخذون كمان, مش بس إنهم بدرسوا البراكين, كمان take measurements يعني بأخذ قياسات. measurements يعني قياسات. and look at the bottom of the ocean to get ideas. يعني وينظرون إلى قاع, bottom أسفل أو قاع of the ocean, bottom of the ocean. ocean معناها محيط. ocean معناها محيط. to get ideas, إذا ينظرون إلى القاع المحيط للحصول على الأفكار. ideas أفكار. scientists have divided the earth into three main parts. okay, العلماء قسم, العلماء divided قسم, divided قسم. قسم العلماء الأرض إلى أربع, ثلاثة أجزاء رئيسية. three main parts, إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. the outer layer يعني الطبقة الخارجية, هي الجزء الأول. is the crust, شو مالها؟ هي قشرة. is the crust هي قشرة. it can be 70 kilometers deep in places. هذه القشرة
يمكن أن يصل عمقها إلى 70 كيلومتر. تخيل، يعني في كل في بعض الأماكن هاي القشرة، الطبقة الخارجية هي عبارة عن قشرة، يمكن أن يصل عمقها إلى 70 كيلومتر في بعض الأماكن. The mantle is next. طبعا منتل معناها غطاء أو غلاف. هاي المنتل هي الطبقة التالية، يعني is next which is the thickest layer، هي الطبقة الأسمك. thick سميك، the thickest الأكثر سماكة. أوكي، إذا الطبقة الأكثر سمكا هي الطبقة الأكثر سمكا. strong pressure هي ضغط قوي، ضغط قوي. and high temperatures ودرجات حرارة عالية. make some of the mantle وليجعل بعض هذه الغشاء أو الغلاف into liquid rock، يعني بيجعل بعض هذا الغشاء إلى شماله، بعض هذا الغشاء أو الغلاف إلى liquid rock، صخور سائلة. ماشي، بعدين نكمل. this liquid rock is the lava، صخور السائلة، هذا الصخر السائل ماله؟ is the lava، هي عبارة عن لافا، ولافا هي معناها الحمم البركانية. لافا هي معناها حمم بركانية، إذا لافا هنا معناها حمم بركانية. that comes out of a volcano when it erupts، يعني هي تخرج من البركان عندما تنفجر. erupts تنفجر أو تثور، تخرج من البركان عندما تنفجر أو تثور. من هي؟ لافا. أوكي، the densest or most tightly packed layer، the densest or most tightly packed layer. طبعا هنا densest معناها الطبقة الأكثر كثافة، densest هون معناها الطبقة الأكثر كثافة أو الإيش، الطبقة المعبأة بإحكام. tightly معناها إحكام، packed معبأة، layer طبقة، الطبقة المعبأة بإحكام، يعني أكثر طبقة معبأة بإحكام وأكثر طبقة فيها كثافة. شو هي؟ من هي؟ اللي هي is the core، هي الطبقة الثالثة. إذن is the core، core معناها اللب، النواة، core معناها النواة أو اللب، الجوهر للأرض. هي شو معناها؟ it is the layer at the center of the earth، يعني هي طبقة في مركز الأرض. مالها؟ core، هي طبقة في مركز الأرض. the core is probably made of heavy metals، اللب أو النواة ربما يعني تكون مصنوعة من المعادن الثقيلة، تكون مصنوع من المعادن الثقيلة. The inside our planet is a world of amazing places، داخل كوكبنا العالم من أماكن المدهشة، عالم من الأماكن المدهشة. amazing مدهش، places أماكن، عالم من الأماكن المدهشة. planet كوكب، our planet كوكبنا. أوكي، هيك قرأناها يا رابع، بدنا نتدرب على قراءتها بالبيت كثير منيح على كلماتها إن شاء الله يا رابع. يعطيكم ألف عافية حلوين.